السلام عليكم. لقي طالب جامعي من ولاية باتنا اليوم الجمعة حتفه غرقا في شاطئ العربي بن مهيدي بولاية سكيكدة، كما تم إنقاذ 3 طلبة آخرين من الغرق غير أنهم في حالة خطيرة. وحسب المعلومات المتوفرة لدى بعض المصادر المحلية، فإن الطالب الضحية كان في رحلة سياحية من تنظيم طلابي، حيث تضمنت الرحلة 3 حافلات، واحدة توجهت لشواطئ ولاية سكيكدة وحافلتان إلى ولاية جيجل. وأضافت ذات المصادر أن الحادثة الأليمة خلفت أيضا غرق 3 طلبة آخرين تم إنقاذهم بصعوبة، وهم الآن في حالة صحية حرجة، حيث بلغت الحصيلة الإجمالية وفاة طالب وإنقاذ 3 آخرين. وقد قام زملاء الضحية بمقاطعة الرحلة والعودة إلى ولاية باتنا. إنا لله وإنا إليه راجعون.